فيما يتعلق بموضوع الإعلانات وارتباط الإعلانات بالفيجن بتاعت شريف أبو النجا. الحقيقة احنا طالعين اليوم السابع طالع فبراير 2007 كويب سايت، بعد كده 14 أكتوبر 2008 كجورنان مطبوع. كلمني دكتور شريف أبو النجا، كنت فرحان جدا ان في واحد مشهور قوي كده بيكلمني وقال لي خالد انا عايز احط اعلان عندك في الجورنان، انتوا الصفحه بكام؟ فقلت له احنا ما سعرناش لسه، يعني لسه ما سعرناش الصفحه، يعني اول واحد يطلب مني اعلان في الجورنان لسه طالع. قال لي بص انا هقول لك على حاجه، انا هاخد ربع صفحه ب 3000 جنيه وابعت لك 3000 جنيه، حط لي ربع صفحه، انا عايز احط اعلان في الجورنان ده لان اليوم السابع ده هينجح. فقلت له يسمع من بقك ربنا، ما كانش عندي هذا اليقين الحقيقه، لكن لسبب ما خلى شريف ابو النجا يشوف ان اليوم السابع مؤسسه هتنجح، وانا فخور ان انا سمعت منه الكلام ده مبكرا، وفخور جدا بال 3000 جنيه دول اللي كنت فرحان قوي قوي. وكلمت ملاك الجورنان قلت لهم على فكره احنا بدأ يجي لنا اعلانات من اول يوم، واول اعلانات نزلت فيه اليوم السابع هي كانت مستشفى 57. فالاعلانات في عقل شريف ابو النجا مش مجرد دفع فلوس لتجنيد صحف او لتجنيد اقلام او لتوجيه يعني الراي العام بسذاجه، لا، هو رجل له رؤيه وله فيجن. وانا دلوقتي حالا في البرزنتيشن اللي شفتها دي اتعلمت كتير جدا، كنت عايز يعني اضرب على كتف رويده زميلتي، لان انا بقول لهم يا جماعه احنا عايزين برزنتيشن للمؤسسه يعبر عنها وعن مستقبلها وكده. فمبسوط قوي ان احنا شفنا الكلام ده هنا، بشكرك جدا دكتور شريف. مبسوط كمان ان زملائي في الاصدارات الجديده في القديمه الجديده، هي اصدارات عريقه بس يعني احنا متعاونين معاها، دوت مصر وصوت الامه وعين وايجيبت توداي وبزنس توداي، كلهم في منظومه واحده زائد شركه بي ار بي او دي. مبسوطين جدا جدا ان احنا سمعنا منكم ده. انا اشعر يا جماعه بامانه مع ان انا متشرف ان احنا نوقع بروتوكول معاكم النهارده، لان دي هي لله تعالى ثم لمصر في المقام الاول. لكن انا وانا بشوف البرزنتيشن اقسم بجلال الله يا شريف يا ابو النجا اني عمال اتخيل، ما تستغربوش من الاول لو سمحت، عمال بتخيل صحابه النبي يحفرون الخندق في يثرب، انه الجهود الافكار الفكره التي حمت يثرب المدينه من الغزو ومن العدوان وفيما تتكالب كل القبائل مع خيانه داخليه في يثرب، ثم هم يحفرون الخندق ويحمون الداخل والخارج كاننا في مستشفى 57 وفي المبادره القوميه للسرطان، كأننا نحفر هذا الخندق حوالين بلادنا، نحفر خندق يحمي هذه الأمة من المرض، ليس فقط من المرض الذي يأكل الأجساد ولكن أيضا من المرض الذي يأكل العقول جهلا وفقرا. أشكركم شكرا جزيلا، وإحنا متشرفين جدا جدا إن إحنا هنوقع معكم هذا البروتوكول النهاردة. شكرا.